أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، أن ينزل نفسه إحدى منزلتين، أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف، وركونه إلى أهلها ضعيف، فإنه لا يحدث نفسه بأن يبني له بنيانا فيها يسكنه، ولا أن يتزوج من أهلها، فلا يقع هذا إلا نادرا. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر، منزلة عابر السبيل وهو المسافر، فإن حاله إذا دخل بلدا، فإن حاله إذا دخل بلدا أن يسارع إلى الخروج منها، فإن حاله إذا دخل بلدا أن يسارع إلى الخروج منها، فهي مرحلة من مراحل سفره في طريقه، فهي مرحلة من مراحل سفره في طريقه. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة التعلق بالدنيا فيها، لقلة التعلق في الدنيا فيها، فمن رام أن تصلح له حاله، فمن رام أن تصلح له حاله وتطيب ويطيب عيشه وتقر عينه في معاملة الخلق في الدنيا، فحقيق به أن يختار لنفسه إحدى المنزلتين، فيكون بينهم كحال المسافر الذي يحدث نفسه بالخروج العاجل من بين أظهرهم، فإن لم يقدر على هذا وضعفت نفسه فلا أقل من أن يكون كالغريب الذي يعلم أنه في دار غير داره، وبلد غير بلده، وقوم ليسوا بقومه، فهو يجمع في قلبه العزم على مفارقتهم بالرجوع إلى داره. ودار أهل الإيمان التي تؤمل نفوسهم الرجوع إليها هي جنات عدن جعل الله وإياكم من أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: فحيا على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولما فهم ابن عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أوصى بهذه الوصية فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك
لموتك، بأن يعلم العبد أنه يتقلب بين أحوال وأطوار، فالعاقل لا يركن إلى شيء منها، فإذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، وإذا جعل الله عز وجل له صحة أخذ منها لمرضه، وإذا أفسح الله له وإذا فسح الله له في أجله أخذ من حياته لموته. وقد صرنا إلى زمن صارت هذه الأحاديث بيننا كأنها حديث خرافة، لما ملأ قلوب الناس من حب الدنيا والتسارع إليها والتصارع عليها، فلا يخلص من سطوة الدنيا وأهلها إلا من جعل بصيرة قلبه معلقة بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة التي يكون الناس إليها، فحدث نفسه أن الله سبحانه وتعالى بوأه دارا وحباه نعما وأنك تصير إليه، فهو سبحانه وتعالى إليه المصير، وأنك إذا صرت بين يديه فإنك مسؤول عما كان منك في دارك. فليجتهد كل واحد منا في أن يقلل رغبته من الدنيا وأن يهجر كثيرا من زخرفها، فإنها تقطع القلب عن الله سبحانه وتعالى، فسمها في القلوب أعظم من سم العلل في الأبدان، فمن داخله حب الدنيا واستولى على قلبه ربما أخرجه من الطاعة إلى المعصية، أو من السنة إلى البدعة، أو من الإسلام إلى الكفر، عياذا بالله من تلك الحال. نعم.